والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد بدأ الشيخ في آخر مرة التقينا في الجزء التاريخي من الكتاب، وهو الجزء الذي يحكي تاريخ الصراع بين الغرب وبين أمة الإسلام. والشيخ كعادته يبدأ يبسط الكلام بشكل ما، وقد يعيد الكلام مبسوطا من منظور آخر، ثم يلخص في النهاية المراد من الجزء الأخير من كلامه رحمه الله. فبقي يعني جزء يسير قبل أن يبدأ هذا التلخيص. والشيخ كان قال إن الصراع هذا مر بمراحل أربعة، ثلاثة منها مرحلة سلاح غزا فيها الغرب أمة الإسلام ولكنها استعصت على الاختراق وقاومت، وكان لها سبق من الناحية العلمية ومن الناحية الثقافية والحضارية، وكانت هي الرائدة فصدت هذه الهجمات. ثم كانت الكارثة الطامة على رؤوسهم فتح القسطنطينية وسقوط هذا المعقل الكبير من معاقل أو رموز أو رمز كبير جدا في حضارة الغرب، أن تسقط في أيدي المسلمين ويفتحها الترك وطليعة الإسلام في أوروبا، وتنقلب الكنائس إلى مساجد ويصلى فيها، كارثة طامة. فكانت هذه بداية اليقظة، بداية النهضة، وبداية سلوك طريق آخر غير طريق السلاح، ألا وهو طريق العلم. لأن الجهل لا يأتي بخير مهما كان معه من قوة، فهي قوة غاشمة وقوة ضالة ليست على هدى. ولكن هم خرجوا الأول، نزعوا عنهم تلك العباءة، عباءة التبعية لأمة الإسلام، ثم اقتبسوا هذه العلوم واقتحموها بكل ما هو ممكن ومتاح، ثم انقلبت الدائرة. ولما صاروا من الناحية العلمية والثقافية والحضارية جاهزين، أعادوا غزو هذه الأمة مرة أخرى، غزو عسكري وسياسي واقتصادي وثقافي على كل الجبهات، ولكن بطريقة أخرى غير الثلاث مرات الأول. فيقول الشيخ رحمه الله: قال وبغتة، كما كان اقتحام المسلمين قلب أوروبا بغتة، تهاوت الحواجز التي كانت تمنع حركة اليقظة والتنبه في أعقاب الحروب الصليبية لأن تؤتي ثمارها، كما أشرت إليه آنفا في الفقرة الرابعة عشرة. وخرجت أوروبا من أصفاد القرون الوسطى، ودخلت بعد جهاد طويل مرير في القرون الحديثة كما يسمونها. ومع تقوض هذه الحواجز ظهرت براعيم الثمار الشهية، وبظهورها غضة ناضرة زادت الحماسة وتعالت الهمم، ومهدت طريق الوعر، ودبت النشوة في جماهير المجاهدين، وتحددت الأهداف والوسائل، وتبين الطريق اللاحب أي الواضح. ومن يوم إذ بدأ الميزان يشول يعني يختل، فارتفعت إحدى الكفتين شيئا ما، وانخفضت الأخرى شيئا ما. ارتفعت كفة أوروبا بهذه اليقظة الهائلة الشاملة التي أحدثتها الهزائم القديمة والحديثة، وانخفضت كفة المسلمين بهذه الغفلة الهائلة الشاملة التي أحدثها الغرور بالنصر القديم وبالنصر الحديث وفتح القسطنطينية. وكذلك شال الميزان، وكانت فرحة محسوسة في جانب، وكانت غفلة لا تحس في جانب. ليه الشيخ بيقول وكانت فرحة محسوسة؟ مش كان دي من ترفع المبتدأ وتنصب الخبر وحاجة كده؟ ليه مشكولة هنا هكذا؟ وكانت فرحة محسوسة في جانب، وكانت غفلة لا تحس في جانب. فرحة في جانب أوروبا على الخروج من هذه الوحدة والكبوة،
وهي فرحة محسوسة يعني على بينة بتخطيط وبتجهيز سابق، وغفلة لا تحس في جانب. يعني حتى رغم بداية انقلاب الموازين كانت أمة الإسلام في غفلة، لم تشعر حتى الآن بأن البساط يسحب من تحت أقدامها وأن الآية بتنقلب والوضع بينعكس. غفلة مطبقة. كان هنا تامة، ليست ناقصة، كانت يعني وجدت، كانت فرحة محسوسة في جانب، وكانت غفلة لا تحس في جانب. تاريخ طويل مضى وغاب، وتاريخ طويل سوف يأتي، ثم لا يعلم إلا الله متى يكون غيابه. ثم يلخص الشيخ هذه المراحل الأربعة كما يأتي، يقول: والآن تستطيع أن تتبين أربع مراحل واضحة للصراع الذي دار بين المسيحية الشمالية والإسلام. المرحلة الأولى صراع الغضب لهزيمة المسيحية في أرض الشام ودخول أهلها في الإسلام، فبالغضب أملت، أي المسيحية أملت اختراق دار الإسلام لتسترد ما ضاع، تدفعها بغضاء حية متسامحة، لم تمنع ملكا ولا أميرا ولا راهبا أن يمد المسلمين بما يطلبونه من كتب علوم الأوائل، أي الإغريق، والتي كانت تحت يد المسيحية يعلوها التراب. كان عندهم بقايا حضارة من اليونان، ولكن كانوا في جهالة جهلاء وضلالة عمياء، لا ينتفعون بهذه الأمور ويعيشون في عصور الظلام، فأعطوها للمسلمين فانتفعوا بها ثم بنوا فوقها. وظل الصراع قائما لم يفتر أكثر من أربعة قرون. هذه كانت المرحلة الأولى. ثم المرحلة الثانية صراع الغضب المتفجر المتدفق من قلب أوروبا، مشحونا ببغضاء جاهلة عاتية عنيفة مكتسحة مدمرة سفاحة للدماء، هي الحملات الصليبية أو الحروب الصليبية. سفحت أول ما سفحت كما ذكرنا في المرة السابقة، وهم يعدون الجيوش لغزو بلاد المسلمين، كل من أبى أن ينضم إليهم من بني جلدتهم ومن أمتهم سفحوا دمه. قال: سفحت أول ما سفحت دماء أهل دينها من رعايا بيزنطية، جاءت تريد هي الأخرى اختراق دار الإسلام، وذلك عهد الحروب الصليبية الذي بقي في الشام قرنين ثم ارتد خائبا إلى مواطنه في قلب أوروبا. ثم المرحلة الثالثة صراع الغضب المكظوم الذي أورثه اندحار الكتائب الصليبية، من تحته بغضاء متوهجة عنيفة ولكنها مترددة، يكبحها اليأس من اختراق دار الإسلام مرة ثالثة بالسلاح وبالحرب، فارتدعت لكي تبدأ في إصلاح خلل الحياة المسيحية بالاتكاء الشديد الكامل على علوم دار الإسلام، ولكي تستعد لإخراج المسيحية من مأزق ضنك مؤس، وظلت على ذلك قرنا ونصف قرن. وهذه المراحل الثلاث كانت ترسم في أغلال القرون الوسطى أغلال الجهل والضياع، ولم تصنع هذه المراحل شيئا ذا بال، يعني ما أفادت في قلب الموازين. ثم جاءت بعد ذلك مرحلة رابعة صراع الغضب المشتعل بعد فتح القسطنطينية، يزيد اشتعالا وتوهجا، وقود من لهيب البغضاء والحقد الغائر في العظام على الترك، أي المسلمين، وهم شبح مخيف مندفع في قلب أوروبا يلقي ظله على كل شيء ويفزع كل كائن حي أو غير حي بالليل وبالنهار. وإذا كانت المراحل الثلاث الأول لم تصنع للمسيحية شيئا ذا بال، فصراع الغضب المشتعل بلهيب البغضاء والحقد هو وحده الذي صنع لأوروبا كل شيء إلى يومنا هذا. صنع كل شيء لأنه هو الذي أدى بهم إلى يقظة شاملة قامت على الإصرار وعلى المجاهدة المثابرة على تحصيل العلم وعلى إصلاح خلل الحياة المسيحية،
ولكن لم يكن لها يومئذ من سبيل ولا مدد إلا المدد الكائن في دار الإسلام من العلم الحي عند علماء المسلمين. يعني إيه العلم الحي؟ يعني من كان حيا من علماء المسلمين أيامها جلسوا إليه وتتلمذوا عليه وأخذوا منه ما عندهم من العلوم. طبعا أوروبا كما سبق لم تأخذ مننا علم دين، ولكن أخذوا علوم الدنيا في الطب والفلك والهندسة والجبر والميكانيكا وغير ذلك من علوم كانت في غاية التقدم، حتى إن العلماء كانوا أيامها موسوعيين. يعني لما تقرأ تاريخ حد من علماء الأندلس يقول لك براعة في الطب والفلك والهندسة والجبر والفقه وأصوله والحديث والتفسير، وكأن العالم لم يكن مقصورا على علم واحد فقط، وإنما كان يتعلم علوم شتى، علماء موسوعيين. أو العلم المسطر في كتب أهل الإسلام، إما علماء أحياء أو مصنفات مؤلفات من ماتوا من السابقين، فلما يترددوا وبالجهاد الخارق وبالحماسة المتوقدة وبالصبر الطويل انفكت أغلال القرون الوسطى بغتة عن قلب أوروبا، وانبعثت نهضة العصور الحديثة مستمرة إلى هذا اليوم. ومن يومئذ عند أول بدء اليقظة تحددت أهداف المسيحية الشمالية وتحددت وسائلها. من أول هذا المقطع في الكتاب تظهر فائدة الوعي والفهم ووضوح القضية والهدف. هم كانوا في ضلالات وغياهب القرون الوسطى لما كانوا تائهين، لما اتضحت القضية وأصبح الهدف واضح ومحدد وجربوا وسائل كثيرة وبعدين استقروا على الوسائل الناجعة والمفيدة وهي العلم، بنوا على ذلك مجموعة من الوسائل عشان يصل إلى الهدف. هيذكر الشيخ الآن ماذا كان هدف الغرب من هذا الصراع وماذا كانت وسائله لتحقيق هذا الهدف الذي اتفقوا عليه. يقول: لم يغب عن أحد منهم قط أنهم في سبيل إعداد أنفسهم لحرب صليبية رابعة، لأنهم كانوا يومئذ يعيشون في ظل شبح مخيف متوغل في أرض أوروبا المقدسة ببأس شديد وقوة لا تردع، بل هو شبح متجول يطوف أنحاء القارة كلها لا يطرف فيها جفن حتى يراه ماثلا في عينه أناء الليل وأطراف النهار الترك الترك. رعب. وهذه الترك وهم المسلمون طرائحوا عالم إسلامي زاخر هائل مخيف غير معروف لهم ما في جوفه، مسيطر على رقعة متراحبة ممتدة من الأندلس إلى أطراف تحيط بأرض روسيا إلى جوف قارة آسيا إلى جوف قارة إفريقيا، مساحة مهولة كلها تحت أمة الإسلام. وهم يعلمون الآن علما ليس بالظن أن السلاح في هذه المرحلة الرابعة وهو يومئذ قريب من قريب ليس يغني غناء حاسما، فقد وعظتهم المراحل الثلاث الأول فنحوا أمره جانبا إلى أن يحين حينه ويصبح قادرا وحاسما. لم يبق لهم إذن إلا سلاح العقل والعلم والتفوق واليقظة والفهم وحسن التدبير، ثم المكر والدهاء واللين والمداهنة وترك الاستثارة، استثارة عالم ضخم مجهول ما في جوفه ولا قبل لهم بتدفق أمواجه الزاخرة، والتي كانت ترك الظافرون طلائعها الظاهرة لهم عيانا في قلب أوروبا، والأطم والأدهى من ذلك وهذه رعايا المسيحية أمام أعينهم تتساقط في الإسلام مرة أخرى طائعة مختارة وتدخل بحماسة ويقين ثابت في جحافل الإسلام الطاغية، يا لها من فجيعة. وارتاع مع كل فجر قلب المسيحية ويغلي رهبانها ورعاياهم بغضا للإسلام وحماسة وغضبا للمسيحية، ويرسخ الإصرار في القلوب على دفع غائلة الإسلام وعلى التماس قهره
بكل وسيلة ومن كل سبيل. إذن الغاية أصبحت واضحة، هذا الهدف الذي يسعون إليه جميعا. باقي الوسائل، جربنا وسائل كثيرة، دعونا نجرب وسائل أخرى. ويرسخ الإصرار في القلوب على دفع غائلة الإسلام وعلى التماس قهره بكل وسيلة ومن كل سبيل، وتتلهب أماني الاستيلاء على كنوزه الباهرة التي لا تنفد. إذن في غرض سياسي وفي غرض اقتصادي، والتي غال في تصويرها لهم العائدون من الحرب الصليبية الثالثة، وهي الحملات السبع المعروفة باسم الحروب الصليبية، وصارت أحلاما بهيجة يحلم بها كل صغير وكبير وعالم وجاهل وراهب ورعية، بل صارت شهوة عارمة تدب دبيبا في كل نفس، بل صارت غريزة مستحكمة من غرائز النفس الأوروبية. هذا إيجاز شديد لما كان، وليكن منك على ذكر أبدا لا تنساه. إذن كانت بداية اليقظة والنهضة في أوروبا اللي هي الإيه؟ الانتباه من الغفلة، الانتباه من الغفلة، ثم تحديد الهدف، قضية واضحة، ثم البحث عن الوسائل التي يمكن أن تؤدي غالبا إلى هذا الهدف. ولكن في البداية كان الأمر في رغبة داخلية، صارت في كل نفس في أوروبا أنهم يخلعوا عباءة سيطرة الأمة الإسلامية عليهم وعلى مجريات الأمور في المنطقة، وأنهم يستردوا السيادة والريادة. هذه الفكرة هي بداية النهضة. لو إحنا الآن نعيش في غفلة، فمتى تكون بداية النهضة؟ إن نفس الفكرة ولكن بمنظور شرعي مقبول شرعا، اللي هو إيه؟ بداية أن ننفض غبار الانبهار بهذه الحضارة، لأن من يسافر إلى بلاد هؤلاء الناس من أبناء الإسلام لا يملك إلا انبهار، وقد يكون معذورا إلى حد كبير، ولكن ينبغي أن ينبه ويعلم أن هذا ما تراه هذا هو نتاج فكر المسلمين، ما أخذوا ما عندهم وبنوا هذه الحضارة، ثم صدروا إلينا الجهل، ثم حرصوا كل الحرص أن نبقى جاهلين، ثم حرصوا كل الحرص أن هو يقطع كل صلة بين من يعيش الآن بين هذا التراث، لأن هم عارفين أن التراث هذا تبنى عليه حضارات. فبدأ يشوه ويشنع ويقبح في هذا التراث، ويصفك إذا ما تمسكت به بالأصوليين والمتشددين وأسلمة المش عارف إيه، ممكن أي شكل من الأشكال أن تبقى عشان تطلب النجاة وتطلب أن أنت تكون رجل معاصر، تخلع عباءة هذه الثقافة وهذه الحضارة وهذا التاريخ حتى تلحق بركب الإيه؟ المدنية. ما أنت بتروح وتشوف هناك من المدنية يعني ما هو أفضل بكثير من أحلامك وطموحاتك، ولكن هؤلاء القوم على قدر ما هم فيه من مدنية ظاهرة، إنما يصدق فيهم قول القائل من أمن العقاب أساء الأدب. هم هناك لا يأمنون من العقاب، لأن في نظام رادع ولا يحابي أحدا، وما فيش وسائط، وما فيش في طبعا فساد ولكن قليل جدا جدا ومستتر، لكن الظاهر العام إن في قوانين رادعة لا ترحم أحدا، وبالتالي كل واحد يخاف على نفسه، فكل واحد ماشي على الصراط. فمن يذهب من أبناء المسلمين يقارن بين ما عندنا وما عندهم فينبهر، لا يملك إلا أن ينبهر. ولكن خذ بقى هؤلاء القوم وشيلهم من هذا النظام الصارم وضعهم في أي مكان آخر وانظر ماذا يفعلون. واحد من إخواننا الفضلاء ذهب في رحلة دعوية إلى اليابان، فرجع منبهرا، يابان هؤلاء أدب الناس وأكثر الناس أدبا وتفانيا وحبا للعمل، وقاموسهم لا يعرف الألفاظ القبيحة والشتائم، يعني في غاية الانبهار. فحاولنا ننصحه ونقول يعني هون عليك شيئا ما، هم في الآخر هذا الأدب الجم وهذا النظام القاهر المطبق على الجميع، ثم صار الجميع يحب هذا النظام، فتفانى الناس في إيه؟ في الأدب والأخلاق والتفاني في العمل، من كثرة ما عندهم النظام صار من أقل الشعوب دخولا في الإسلام شعب اليابان. هم لا يرون أنهم يحتاجون إلى أديان، هو بدون دين
منظم جدا ومؤدب جدا ومتفاني في عمله، واقتصاد قوي للغاية، وكل واحد يحترم الآخرين، والصغير يحترم الكبير، والكبير يعطف على الصغير. كل ما هو من معاني جميلة في الأديان موجود وبدون أديان. فلماذا؟ فأصبح هذا الشكل الأدبي الجميل والمظهر الحضاري يصد الناس عن الدعاء، وأصبح يلزم الداعية اللي يذهب هناك أن يكون ملاك نازل من السماء. ليه؟ إن أول ما بيخطئ خطأ كده ولا كده بيجلدوه ويسقط في أعينهم، فلا يقبلون منه صرفا ولا عدلا. خلاص أنت لا تطبق ما تقول، كلنا خطأ، كل ابن آدم خطأ. فأصبح الحضارة الشديدة والمدنية هذه تصد عن سبيل الله عز وجل، والصد ذاتي، يعني مفيش حد بيمنع عن الدعوة، الناس نفسها لا تحتاج. خذ هذا بقى، يشاء المولى عز وجل أن أخونا الفاضل هذا يجاوره في بلدي هنا في القاهرة واحد ياباني، ثم يحدث بينهما من المشاكل والملاحاة، ويخبط له عربيته ويكسرها، وما رضاش يدفع له ثمنها، ومش يعني أمور عادية كما تحدث في كل البلد. فيذكرهم صاحبنا يقول له أنا رحت اليابان، وأنت من أتلف شيئا فعليه ضمان وقاعدة في الإسلام، وأنت في اليابان كذا وكذا. فيقول له بقى إيه الكلام ده؟ هناك في اليابان، إحنا هنا في مصر. إذن القضية قضية إيه؟ من أمن العقاب أساء الأدب، فلما يجي هنا أمن العقاب أساء الأدب، أما هو هناك لا يقدر ولا يجرؤ على مثل هذا. فالرقابة الخارجية فاشلة. المزية في الإسلام أن الرقابة إيه؟ ذاتية إلهية. أنت تراقب المولى عز وجل وعينه لا تغيب عنك، تتصوم في رمضان وأنت تخلو بنفسك في البيت، طفل صغير يخلو بنفسه، ولو عاوز يشرب هيشرب، كل شوية يقول لك بابا أنا عطشان. هتقول له إيه؟ يقول له ابني اشرب، ما ينفعش أنا صايم فما تشربش. طب يعني هو في رقابة ذاتية حتى هو طفل صغير. أما الرقابة الخارجية هذه أول ما تغيب يخرج الإنسان عن السياق تماما وارتد إلى طبيعته الإيه؟ البهيمية. فبداية الخروج من هذه الأزمة هو أن احنا نتوقف عن هذا الانبهار. هذه رتوش وزينة لحياة الدنيا، أما القلوب هناك فخاوية، والله العظيم خاوية تماما على عروشها. والله المستعان. كان كل مدد اليقظة كما قدمت مستجلبا كله من علوم دار الإسلام، من العلم الحي في علمائه، ومن العلم المسطر في كتبه. والسبيل إلى ذلك في الأمرين جميعا كان معرفة لسان العرب، يدور الشيخ ويرجع إلى اللغة العربية ومكانتها آنذاك. قال: ولم أقص عليك التاريخ الطويل، ولكن اعلم أن لسان العربي كان له السيادة المطلقة على العالم قرونا قبل ذلك طوالا، وكانت المسيحية الشمالية مجاورة لهذا السلطان المطلق، ومصارعة لأهله صراعا طويلا تارة، أي بالحروب، ومخالطة لهم بالتجارة والرحلة وغيرهما زمنا طويلا تارة أخرى. ولذلك كان هذا اللسان العربي معروفا معرفة جيدة لطوائف من العامة والخاصة في ديار بيزنطة من ناحية، وفي قلب أوروبا نفسها لمجاورتها الأندلس. ولن أشغل نفسي بالحديث عن هذا التاريخ، وقد مضت من قبل إشارة إليه خاطفة، فالذي يعنيني هنا ما كان عند بدء اليقظة في أوروبا. فبالهمة والإخلاص والعقل أيضا كان لابد لهم من أن يزداد عدد الذين يعرفون اللسان العربي ويجيدون زيادة وافرة لحاجتهم يومئذ إلى أن يعتمدوا اعتمادا مباشرا على الاتصال بالعلم الحي في علماء الإسلام، لكي يتمكنوا من حل الرموز اللغوية الكثيرة المسطرة في الكتب العربية، ولا سيما كتب الرياضة والجبر والكيمياء والطب والفلك وسائر علوم الصناعة التي قل من يعرفها، يقصد في هذه الأيام إلا المسلمون. في الهامش يذكر الشيخ أنهم لم يتعلموا فقط اللغة العربية، رقعة الإسلام كانت ممتدة وكان فيها تركيا، فيها الخلافة، وهم لا يتكلمون العربية. فهؤلاء الوافدين من الغرب إلى دول الإسلام تعلموا العربية وغيرها
من اللغات الحية في ديار الإسلام، فتعلموا التركية والفارسية وكل ما كان يتكلم به في الإيه؟ في الدول المسلمة. فكان من الأهداف والوسائل، خلاص الهدف واضح، الغاية واضحة، طيب أين الوسائل؟ فكان من الأهداف والوسائل كما ذكرت قبله بعثة أعداد كبيرة ممن تعلموا العربية وأجادوها إجادة ما، تخرج لتسيح في أرض الإسلام وتجمع الكتب شراء أو سرقة، وتلاقي الخاصة من العلماء وتخالط العامة من المثقفين والدهماء، وتدوم في العقول وفي القراطيس ما عسى أن ينفعهم في فهم هذا العالم الذي استعصى على المسيحية واستعلى قرونا طوالا. يخرجون أفواجا تتكاثر على الأيام ويجوبون أرجاء هذا العالم، ويعودون لإتمام عملين عظيمين. أما الأول فهو إمداد علماء اليقظة بهذه الكنوز النفيسة من الكتب التي حازوها أو سطوا عليها، وإطلاعهم على ما وقفوا عليه فيها، باذلين كل جهد ومعونة في ترجمتها لهم وفي تفسير رموزها بقدر ما استفادوا من العلم بها. فهذه غرض علمي محض، ألا وهو نقل هذه العلوم الدنيوية النفيسة إلى الغرب. ثم غرض سياسي، وأيضا إطلاع رهبان الكنيسة وملوكها على ما علموا من أحوال دار الإسلام وما رأوه عيانا فيها وما لاحظوه استبصارا. يبقى في الواقع المستشرقون هؤلاء وكل من أتى إلى ديار المسلمين يعني ليقيم فيها ويعمل بالتجارة أو يطلب العلم أو كان نوع من الاستخبارات للغرب، وهي استخبارات علمية واستخبارات سياسية، يمهد الطريق نحو الإيه؟ نحو انقلاب الآية. وكان أهم ما لاحظوه أو خبروه هذه الغفلة المطبقة على أرض الإسلام، والتي أورثهم إياها الاستنامة إلى النصر القديم على المسيحية والاغترار بالنصر الحادث بفتح القسطنطينية. ثم سماحة أهل الإسلام عامتهم وخاصتهم مع من دينه يخالف دينهم، ولا سيما اليهود والنصارى، لأنهم أهل كتاب، لهم اليهود والنصارى لأنهم أهل كتاب وأهل ذمة، ولأنهم أتباع الرسولين الكريمين موسى وعيسى بن مريم عليهما السلام، ولأن دين أحدهم لا يسلم له حتى يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا يفرق بين أحد من رسله سبحانه. وأعلموا رهبانهم وملوكهم أن هذا هو الذي يسر لهم أن يجوبوا الأرض غير مروعين، ويسر لهم خاصة أن يداهنوا العلماء والعامة وينافقوهم ويوهموهم بالمكر والمحال أنهم طلاب علم لا غير، خالصة قلوبهم لحب العلم والمعرفة، والله تعالى عليم بالسرائر. ومن يومئذ نشأت هذه الطبقة من الأوروبيين الذين عرفوا فيما بعد باسم المستشرقين. في باقي الكتاب يوضح الشيخ أن هذه الطبقة كانت سببا في كل شر ووبال حاق بأمة المسلمين، حتى في غير نواحي العلم أفسدوا الحياة الأدبية، وهذا سبب من تأليف هذه المقدمة، هذا ما يقصده الشيخ رحمه الله. وأيضا كانوا تمهيدا لإفساد الحياة السياسية بأنهم بنوا على أكتافهم طبقة المستعمرين، ثم فساد الحياة الدينية لأنهم مهدوا للغزو العسكري ومهدوا أيضا للغزو الديني بما يعرف بالتنصير أو التبشير. إذا كل شر وبال جاء على أيدي هذه الطبقة، طبقة المستشرقين، لأنهم جند المسيحية الشمالية. ثم انظر بقى إلى التفاني وإنكار الذات ووهب الحياة من أجل هدف معين لرفعة الأمة، وانظر إلى إيه؟ جلد الفاجر وعجز الثقة. يقول الذين وهبوا أنفسهم للجهاد الأكبر ورضوا لأنفسهم أن يظلوا مغمورين في حياة بدأت تموج بالحركة والغنى والصيت الذائع،
خد بالك ان دي كانت بدايه عصر النهضه في اوروبا، فالحياه اصبحت هناك تختلف عن ذي قبل، من عصور مظلمه وعصور سوداء الى بدايه حياه فيها حضاره ونوع من الرفاهيه وغير ذلك. وانقلبت الايه في بلاد المسلمين، هؤلاء المستشرقون رضوا لانفسهم ان يعيشوا هنا بيننا في الحياه التي هي اقل من لو رجعوا الى بلادهم، لانه وهب نفسهم لغرض ما ولهدف معين. وحبسوا انفسهم بين الجدران المختفيه وراء اكداس من الكتب مكتوبه بلسان غير لسان اممهم التي ينتمون اليها. وفي قلوبهم كل اللهيب الممض الذي في قلب اوروبا، والذي احدثه فجيعه سقوط القسطنطينيه في حوزه الاسلام. ولكن لا هم لهم ليلا ولا نهارا الا حيازه كنوز علم دار الاسلام بكل سبيل. تتوهج افئدتهم نارا اعتى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسه. ولكنهم رغم هذه البغضاء والكراهيه في القلوب عايشين في وسط المسلمين، ولكنهم كانوا يملكون من القدره الخارقه ان يخالطوا اهل الاسلام في ديارهم، وعلى وجوههم سيمياء البراءه واللين والتواضع وسلامه الطويه والبشر. يعني قدرات عجيبه على النفاق واحتمال الخصم يعيش بين اظهره ويظهر له الموده ويبطن له كل كره وكل بغضاء. يعني الجدير بالذكر ان الشيخ الف هذا الكتاب وكان يعاصره كثير من المستشرقين، يعني حتى كتابه الاخر اباطيل واسمار هو رد على لويس عوض احد المستشرقين لما الف كتابا عن اللغه العربيه وكذا، ورد على طه حسين وقد كان صنيعه المستشرقين وفلاسفه الغرب. والجدير بالذكر ان الشيخ لما ذكر هذا الكلام اللي هو كانه يعني يفتش في دواخل نفوس هؤلاء المستشرقين لم يرد عليه منهم احد. يعني ما فيش حد طلع كذب هذا الكلام او قال له من اين اتيت بهذا؟ هلا شققت عن صدري؟ هلا مش عارف ايه؟ سكتوا. وهذا السكوت نوع من ايه؟ من الاقرار بهذا الكلام، بانه هم فعلا كان هذا دورهم، كان هذا دورهم في افساد حياه المسلمين. ياتي بالتفصيل. ولكن لا هم لهم ليلا ولا نهارا الا حيازه كنوز علم دار الاسلام بكل سبيل. تتوهج افئدتهم نارا اعتى من كل ما في قلوب رهبان الكنيسه. ولكنهم كانوا يملكون من القدره الخارقه ان يخالطوا اهل الاسلام في ديارهم، وعلى وجوههم سيمياء البراءه واللين والتواضع وسلامه الطويه والبشر. بفضل هؤلاء المتبتلين المنقطعين عن زخرف الحياة الجديدة، وبفضلهم وحدهم، وبفضل ملاحظاتهم التي جمعوها من السياحة في دار الإسلام ومن الكتب وبذلوها لملوك المسيحية الشمالية، نشأت طبقة الساسة، استخبارات سياسية، الذين يعدون ما استطاعوا من عدة لرد غائلة الإسلام ثم قهره في عقر دياره، ولتحقيق الأحلام والأشواق التي كانت تخامر قلب كل أوروبي أن يظفر بكنوز الدنيا المدفونة في دار الإسلام وما وراء دار الإسلام. وهم الذين عرفوا فيما بعد باسم رجال الاستعمار، هذا الضلع الثاني في المثلث، يبقى الأول الاستشراق ثم الثاني الاستعمار. وبفضلهم أي المستشرقين وحدهم أيضا، بفضل ملاحظاتهم التي زودوا بها رهبان الكنيسة، ثارت حمية الرهبان ونشأت الطائفة التي نذرت نفسها للجهاد في سبيل المسيحية، استخبارات دينية، وللدخول في قلب العالم الإسلامي لكي تحول من تستطيع تحويله عن دينه إلى الملة المسيحية، وأن ينتهي الأمر إلى قهر الإسلام في عقر داره. هكذا ظنوا يومئذ. وهذه الطائفة هي التي عرفت فيما بعد باسم رجال التبشير. فهذه ثلاثة متعاونة متآزرة متظاهرة، وجميعهم يد واحدة، لأنهم إخوة أعيان، أبوهم واحد وأمهم واحدة ودينهم واحد وأهدافهم واحدة
ووسائلهم واحدة. ليس من همي هنا التبشير، فقد فرغت في من بعض شأنه في كتابي أباطيل وأسرار، وليس من همي هنا الاستعمار، لأننا ذقنا طرفا من أفاعيله تجربة ومعاشرة، وإن كان من خذلان الله لنا أننا لم نفهمه فهما نافذا شاملا على الوجه الصحيح. ولكن همي هنا مصروف إلى الاستشراق لعلاقته الحميمة بفساد حياتنا الأدبية والاجتماعية، ولأن حاجة التبشير والاستعمار إليه كما ذكر الشيخ هما كان الأساس الذي بني عليه التبشير والاستعمار، كانت حاجة التبشير والاستعمار إليه حاجة ملحة، وهي إلى اليوم حاجة دائمة لا يستغنيان عنه ولا عن نصائحه وإرشاداته وملاحظاته طرفة عين. ومرة أخرى لا تنسى ما حييت أن هذه الثلاثة إخوة أعيان لأب واحد وأم واحدة لا تفرق قط بين أحدهم. ثم من العسير إن لم يكن من المحال ممتنع أن أقص عليك في كتاب كبير قصة شعوب مختلفة كثيرة العدد تطاولت عليها أيام وتتابعت سنون منذ ذرت عليهم شمس اليقظة ثم انبسطت عليهم أشعتها حتى تحركت أوصال كل حي من جماهيرها الغفيرة. هذا محال، أفتظن إذن أني قادر على مثل ذلك في ورقات قلائل؟ كلا، فما هو إلا هذا الوصف السريع الخاطف. إذن بداية النهضة مرة ثانية كانت بوضوح القضية ووضوح الهدف، ثم البحث عن الوسائل، ثم تكريس الذات، إنكار الذات وتكريس النفس لتطبيق هذه الوسائل حتى يصلوا إلى الأهداف. وما زالت طوائف كثيرة من هؤلاء تعيش بيننا حتى يومنا هذا. ولو كان الوضع بيختلف مثلا في العصور في القرن الماضي كانوا مثلا تجار يأتون، فتنزل مثلا في وسط البلد تلاقي شوارع كاملة أسماء المحال أسماء أجنبية مزعية، اللي إيطالي، الخواجة مش عارف مين، والخواجة مش عارف مين، وشركة مش عارف إيه. لو كان هذا الأمر قل نوعا ما فأحل مكانه الشركات الدولية الكبيرة ذات الفروع المتناثرة في أنحاء العالم. الشركات دي ما هي إلا نوع من الغزو الثقافي والغزو السياسي والغزو الحضاري، وأنت تدخل هذه الشركات، وأنا عملت في إحداها يعني سنوات طويلة، فتجد حضارة مختلفة عن الخارج، وتجد ما يعني عملية تغيير ممنهج لعقلية كل من يعمل في هذه الشركة، أن هذه الشركة عبارة عن دولة كبيرة ولكن مقسمة على دول كثيرة، فتجد أن الانتماء في النهاية إلى الدولة الأم التي تمتلك هذه، رغم أنها شركة مساهمة وفيها آلاف بل ملايين المساهمين، ولكن في النهاية لها هوية ما، هذه الهوية تفرض فرضا على كل من يعمل فيها أيا كانت الدولة التي ينتمي إليها، أيا كانت الديانة التي ينتمي، ويفرض فيها أمور والله العظيم يندى لها الجبين. ولكن من يبتلى بالعمل في هذه الشركات الكبيرة يبتلى بأن هو يرى هذه الأمور ولا يستطيع أن يفعل شيئا، بل بالعكس أن كل سنة يبعثوا للناس إقرارات ينضوا عليها أن هم مقرين بكذا وكذا وأن هو ممتنع عن كذا وكذا، وأمور لا تتوافق مع حتى ثقافة البلد اللي موجود فيها فرع الشركة. فهذا نوع آخر يعني من الاستشراق، ولكن فيه غزو غزو اقتصادي، وفي طيات هذا الغزو الاقتصادي يأتي أيضا غزو ثقافي، فينشر عندك ثقافات ومبادئ ليست من ثقافة لا دينك ولا بلدك ولا لغتك ولا أي شيء. تهوت في أوروبا سدود الجهل وانبثقت اليقظة وفتحت بعض مغاليق خزائن العلم وانقشعت ظلمة القرون الوسطى ولاحت تباشير فجر جديد واصطف الهامج الهامج كتائب تزحف في أيديها مصابيح ينبعث منها بصيص يضيء ليكشف غياهب الظلمات.
واستنارت الطرق وازدحم على سلوكها كل مطيق للزحف. وبالصبر وبالجهد وبالجرأة وبالعزيمة وبنبذ التواني صارت أوروبا قوة تمدها فتوح العلم الجديد بما يزيدها بأسا وصرامة. ولا أقول شال الميزان، بل أقول بطل عمل الميزان. وصار في الأرض عالمان، عالم في دار الإسلام مفتحة عيونهم نيام. يداخم من أوروبا عالما أيقاظا عيونهم لا تنام. وقضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وبدأت المرحلة الرابعة في الصراع بين المسيحية المحصورة في الشمال وبين دار الإسلام التي تحجب عنهم من ورائها عالما مبهما مترامي الأطراف وكان ما كان. فمع اليقظة ازدادت الأهداف وضوحا وجلاء، وزادت الوسائل دقة وتحديدا وشمولا. بعد أن وعظت أوروبا المراحل الثلاث الأول التي لم تصنع للمسيحية المحصورة في الشمال شيئا ذا بال، الأهداف معروفة لك الآن. أكبرها شأنا هو اختراق دار الإسلام ثم تمزيقها من قلبها، ثم الظفر بالكنوز الغالية التي كانت ولم تزل تراود كل قلب ينبض في أوروبا بأحلام شرهة مسعورة إلى الغنى والثروة والمتاع. غرست بذورها في أعماق النفوس أحاديث العائدين من حملات الحروب الصليبية القديمة. إذن هذه هي الغاية. أما الوسائل فقد وضعت لها قواعد راسخة تجنبهم أخطاء المراحل الثلاث الأول التي منيت بالإخفاق. كان على رأس هذه القواعد تنحية السلاح جانبا بعد أن ثبت لهم إخفاقه في اختراق دار الإسلام، لأنه يستثير ما لا يعلمون مغبته من سوء العواقب. وكفى بالتجارب الثلاث الغابرة واعظا، فمن يومئذ صارت القاعدة الراسخة في سياسة أوروبا هي اجتناب استثارة هذا العالم الضخم المبهم الذي كانت ترك هم طلائعه المضفرة الناشبة أظافرها في صميم المسيحية الشمالية في قلب أوروبا. إذن هذه أول قاعدة في الوسائل، تنحية السلاح جانبا. طيب القاعدة الثانية، ثم العمل الدائب البصير الصامت الذي يتيح لهم يوما ما تقليم هذه الأظافر وخلعها من جذورها، ثم استنفاد قوته الوسيلة الثالثة، ثم استنفاد قوته بالمناوشة والمطاولة والمثابرة وبالدهاء والمكر والسياسة والصبر المتمادي حتى يأتي عليه يوم وقد أتى لا يملك فيه إلا أن يستكين ويستسلم. وليكن كل ذلك من وراء الغفلة وبالدهاء والرفق تارة وبالتنمر والتكشير عن الأنياب تارة أخرى. وكذلك كان ما كان وما هو كائن إلى هذه الساعة، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وفرضت المسيحية الشمالية قيود الحصار عن نفسها، وخرجت جحافلها مكتسحة تجوب البحر والبر. انطلقت الأساطيل من شواطئ أوروبا مزودة بالعدة والعتاد والرجال الأشداء والمغامرين والعلماء والرهبان، وهدفها أن تطوق دار الإسلام محيطة به من شواطئ المغرب إلى شواطئ الهند. تتحسس مواطن الضعف في أقاليمها المتطرفة، فانقضوا على الضعيف والعاجز والغافل، وخادعوا ونافقوا واستغفلوا وأرهبوا واستنزفوا ونهبوا، وازدادوا شهوة وشراهة وجوعا إلى الكنوز المخبوءة في قلب دار الإسلام.
واستضعفوا وسيطروا ولهيب في القلوب لا تطفأ نارهم. ثم نوصم ويوصم المسلمون بالإرهاب. هذه حضارة قامت على الأشلاء، يعني حضارة الغرب قامت على أشلاء ملايين من الناس، والله العظيم ملايين، من بني جلدتهم ومن غير بني جلدتهم، وفي شتى القارات في مختلف الجهات. يعني شوف أنا أقول لك، من الهند يعني في أقصى شرق دولة الإسلام إلى شواطئ المغرب في أقصى غرب دولة الإسلام لم يسلم منهم أحد. حضارة قامت على أشلاء ملايين قتلا وسهبا وسبيا ونهبا وسلبا، ثم ينظر إليها على أنها حضارة مدنية وأن هي يعني حاجة يشرع بها من بنان. فأي كارثة، هذا علامة يعني على مدى تزييف التاريخ، مدى تزييف الوعي. وكما يقولون إن التاريخ يكتبه الإيه؟ المنتصر. اللي بيكسب في النهاية هو اللي بيكتب كتاب التاريخ، هو بيكتب فيه ما يحلو له وما يؤيده، ولكن ما كان لا يمكن إنكاره. ثم وفجأة وبمعونة البحارين المسلمين العرب عثر كولومبس على أرض الهنود الحمر. إذن هو ما راحش وما لقاش أمريكا لوحده، ولكن بمعونة البحارين العرب. وما هو إلا قليل حتى تدفق السيل الجارف من أوروبا، يجذبه بريق الذهب والغنى، وملأ المغامرون القساة الغلاظ الأرض البكر، وزحفوا فيها واستباحوها وسفحوا دماء الملايين سفحا مديرا غدرا وخستا. هذا الأمر وإن كان خارج عن صراع بين الغرب وبين أمة الإسلام، إلا أن الشيخ يذكره استطرادا عشان يدلل أن أداء هؤلاء القوم كان الإبادة والقتل والسلب والنهب في دار الإسلام وفي غير دار الإسلام. نعم، هو الشيخ إذا كان بيصدق في الموضوع ده عشان يبين الغلظة والشدة والقسوة، فهو أيضا يبين هنا إن الرحلة أصلا اللي عملها كولومبوس مش عشان يكتشف الهند، مش عشان يكتشف أمريكا، هو رايح للهند أو طرق التجارة بعيد عن ديار المسلمين علشان ما يعديش بتجارته في أوروبا على بلاد المسلمين، فإذا بيه في شواطئ أمريكا. هو عشان كده سمى الناس هناك الهنود الحمر. نعم، لعل ذلك أحسن، جزاكم الله خيرا. فيستطرد الشيخ ويقول: وزحفوا فيها واستباحوها وسفحوا دماء الملايين سفحا مبيرا غدرا وخسا، لا يردعهم رادع عن استئصار شأفتهم بقسوة وعنف، وشفى كل أوروبي غليلا كان في قلبه معدا لدار الإسلام. واتجه، إذن هذه أمريكا، واتجهت أساطيلهم إلى إفريقيا تختطف آلافا مؤلفة من الآمنين السود مسلمين وغير مسلمين، رجالا ونساء وصغارا يحملونهم في السفن إلى هذه الأرض الجديدة البعيدة، أرض الهنود الحمر، وتهلك في هذه الرحلات آلاف كثيرة منهم تحت السياط، وتبقى آلاف قليلة تلقى على البر لتكون تحت أيديهم بهائم مسخرة بالذل لعمارة الأرض. وظهر الفساد في البر والبحر، وبلغت أوروبا مبلغا يزيدها فجورا وشراهة وسفكا للدماء، وغطرسة فوق ذلك تزداد على الأيام تعاليا في نشوة عارمة، نشوة السكران الثمل إلى جانبها إفاقة من سكر. وصارت أوروبا عالما مخيفا مرهوب الجانب، وتزداد كل يوم ثقافة وعلما وفهما ويقظة وتجربة وخبرة في كل خير وشر، وتزداد أيضا نفاقا وخبثا ومكرا وغدرا من آمنين، حيث كانوا في أرجاء عالم كانت تحجبه عنهم دار الإسلام قرونا طويلة. أما دار الإسلام فعلى الأيام وهنت قوة طليعته المسلمة الناشبة في قلب أوروبا، وصارت دارا محصورة في الجنوب بعد أن كانت حاصرة للمسيحية في الشمال. وكذلك بدأت حضارة عتيقة تتضعضع قواها وترث حبالها، وقامت في الأرض حضارة جديدة غذيت بالدم المسفوح ومزجت
ثقافتها بالمكر والغدر والدهاء والخبث، تؤزها نار أحقاد مكتمة ثم صارت لهيبا يؤج أجا، حضارة سوف تطبق وجه الأرض، وهي بذلك كله حضارة إنسانية عالمية. هذا استهزاء من الشيخ، يعني الشيخ يعني أليس كذلك؟ ويزيدها إنسانية وعالمية أنها جاءت مبشرة بدين جديد عقيدته مبنية على البغضاء والحقد والجشع والغدر وسفك الدماء. هذه كانت أصول حضارة الغرب عند نشأته وبدايته. ولا يغرنكم كل ما ترونه الآن ولا كل ما يقال.